مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم رح نحضر سوا سناك سهل وسريع وبنفس الوقت صحي ما في دهون وطيب كتير خاصة بينفع عشا خفيف رح نحضر سوا مكرمشات الزعتر والشوفان طعمته ولا أطيب وتحضيره ولا أبسط من هيك طعمته كتير طيبة وبنفس الوقت صحي ما رح تبطلوا تعملوه بالبيت أطيب من اللي بتشتروه من برا تعالوا نشوف كيف حضرنا اول خطوة بدي نص كوب من شوفان يلي بنستعمله للترويقة نص كوب من الزعتر اي نوع زعتر بتحبوا تستعملوه فيكن نص كوب من الطحين معلقتين كبار من الحليب البودرة معلقة كبيرة من الخميرة معلقة صغيرة من الملح رح قلب المكونات الجافة مع بعضها بس لحتى اتأكد انه كل المكونات انخلطت مزبوط مع بعضها فيكن تضيفوا السمسم اذا لاحظتوا انه الزعتر اللي عندكن قليل السمسم رح ضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت النباتي ونص كوب من المي الدافي رح نزلها تدريجيا شوي شوي رح نزل نص الكمية وقلب بس لاحظ انه امتصت كل المكونات رح ارجع نزل باقي الكميه بس اهم شيء تكون المي دافيه مش سخنه ولا بارده لحتى تعمل لي الخميره مفعول من بعد ما نزلت كل كمية المي الدافية ولميت العجينة حصلت على هيدا الشكل صارت عندي العجينة بهيدا الشكل هلأ رح اتركها بالجاط ورح اغطيها ورح اتركها تقريباً ساعه لا تتخمر او لحتى يتضاعف حجمها من بعد ما تخمرت عندي العجينه تركتها حوالي الساعه صارت عندي بهيدا الشكل هلا بدون ما نرش اي حبه طحين ما بحاجه رح اخذ ورقه زبده ورح حط عليها العجينه وطبعا اذا لاحظتوا العجينه كبيره فيكم تقسموها بالنص لحتى تعرفوا تشتغلوا فيها هلا بس رح اعملها على شكل كره لحتى اقدر افردها مزبوط رح احطها على ورقه زبده ورح احط عليها ورقه زبده تانية لحتى تسهل علي الفرد بالشكل المزبوط وبدون ما تغلبنا ومنشان ما نضيف طحين كتير بدون عازة هلا رح افرد العجينة طبعا رح افردها لحتى تصير رقيقة على الاخر لحتى تعطيني القوام المقرمش من بعد ما نخبزها وهلا عندي هون اي مقطع بتحبوه او اي مقطع متوفر عندكم واذا مش متوفر عندكم هيدي الاشكال فيكم تستعملوا غطا مرطبان او حتى فنجان القهوه الصغير او صحن فنجان القهوه او اي كوب عندكم اياه فيكم تحطوه وتعملوا فيه الاشكال ما في ضرورة تتأيدوا بشكل معين حسب المتوفر عندكم فيكن تستخدموه قطعت العجينة بهيدا الشكل وهلأ رح بلش شيلن ورح حطن على ورقة زبدة طبعاً او اذا مش متوفر ورقة الزبدة فيكن تحطوها على صينية مدهونة منيح بالزيت بس الافضل تحطوهم على صينية فيها ورقة زبدة رح حطها بفرن حامي على حرارة 180 رح تاخد بين العشرة والخمسة عشر دقيقة بس بتتحمص وبتصير جاهزة انه ناكلها وطبعا بس نطلعها من الفرن نتركها تبرد تماما لحتى تنشف مزبوط على الجو اللي برا وتتحمص مزبوط وتنشف وتعطينا القرمشة المطلوبة ومثل ما ملاحظين ما أخذت معنا دقايق وحضرنا أطيب سناك صحي ولذيذ بنفس الوقت وإذا لاحظتوا ما فيها دهون إلا معلقتين زيت بس كل العجينة أخذت معلقتين زيت وإذا لاحظتوا طريقتها ولا أبسط من هيك بس أنا ما نطرت لتبرد أصمتها دغري هي وسخنة لحتى أورجيكم ياها كيف بتطلع ومتل ما شايفين تحمصت وشكلها بشهي آخر شي بدي أقولكم صحتين